بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا بشكر الأستاذ إبراهيم، وهو دايما يفوق الحد في إن هو يجامل أو يكون موجود معانا في كل المناسبات، وإن هو يعني يعمل الطفرة الجميلة اللي عملها دي. لنخيب أنا بالنسبة لي وضع خاص، لأن أنا كنت في مكتبه أكتر من 11 سنة، فكان بالنسبة لي أبويا أخويا صديقي حاجات كتير جدا. بس هو كان دايما حاطط بذرة إن الحب للناس أهم شيء في الدنيا، وتقديم الخير للناس دون نظر لأي مقابل، أو بغض النظر عن إن أنت الخير اللي بتقدمه ده هتنتظر من حواليه إيه من وراه إيه، هو ده كان هدفه الأساسي. كان دايما ابتسامته ما بتخليش وشه، كان دايما مساعد للناس بكل حب، عمره ما فكر إذا كان اللي هيعمله دوت هيكون وراه عائد ولا لأ، عمره ما فكر لما يروح لحد مناسبة المناسبة ديت كان الإنسان ده خصم ليه ولا حبيب ليه ولا مساند ليه أو الكلام ده كله. فرحمة الله عليه وخالص الشكر الأستاذ إبراهيم والأستاذ مجدي والأستاذ إبراهيم.